هل تعلم يا أخي أنه لا يجوز سب الريح؟ من كمال الإيمان ألا يسب المسلم الريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال: لا تسبوا الريح فإنها من لوح الله تأتي بالرحمة والعذاب. والحكمة أنها مخلوق مسير بأمر الله تعالى، وهو يصرفها كيف يشاء، فقد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. فإذا رأى الإنسان ما يكره من الريح فليقل: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.